ربما تظن ان اكبر مكسب للنادي الاهلي هو تحقيق 3 نقاط النهارده في اول مباراه له في الدوري قدام مصر المقاصه، لكن في وجهه نظري الشخصيه في مكسب اهم من ال3 نقط دول، وهو ان اول مره احس ان النادي الاهلي بقى عنده مهاجم صريح مخيف للمنافسين. محمد شريف في اول مباراه اساسيه له مع النادي الاهلي بعد عودته من الاعاره من نادي انبي اثبت لي انا على يعني اقل تقدير ان النادي الاهلي بقى عنده مهاجم يناسب التكتيك وطريقه اللعب اللي بيلعب بيهم موسيماني مع الفريق. محمد شريف النهارده قدم واحده من احلى المباريات اللي اشوف فيها مهاجم من النادي الاهلي بيعمل هذا الكم من القلق والمشاكل لدفاع المنافسين. وطبعا النهارده كان مباراه مصر مقص، اكيد طبعا اصوات كتير هتقول لي يا كريم احنا عارفين الكابتن ايهاب جلال بيلعب الهاي لاين ديفنس وبيلعب مفتوح وبيضغط على النادي الاهلي من نص ملعبه، فبالتالي في مساحات، فبالتالي لعيب زي محمد شريف اكيد يلاقي فرصه ان هو يخلق فرص كتيره على المرمى لان في مساحات وفي فجوات كبيره في دفاعات مصر مقص. هقول لك هو ده واحد من الاسباب، ولكن مع كامل احترامي مع فتره ريني فايلر ومع فتره موسيماني ما شفناش مروان محسن بيقدر يدينا الاحساس ده. ما عندكش الاحساس ان النادي الاهلي عنده مهاجم صريح بيخوف المنافس او عامل قلق او عامل مشاكل زي النهارده محمد شريف. محمد شريف طول الوقت اللي كان بيلعب فيه وهو في الملعب عامل قلق لدفاع مصر المقاصه، في قلق، في مشكله، كل واقف خايف. ليه؟ هو عمال يلف وعمال يجري عشان يلاقي الثغره اللي يكسر بيها مصيات التسلل ويجري للانفراد. ف القلق ده له ثمنه، والنهارده المهاجم ربما نقف كتير على حته التسجيل، لكن قبليها الموضوع انك تخلق الفرص. ممكن حد يقول لي يا كريم كلامك منطقي، بس ده عشان مصر المقاصه كانوا بيلعبوا بهاي لاين ديفنس اللي عارفين دايما المعتاد عليه الكابتن ايهاب جلال قدام النادي الاهلي، وبيلعبوا ضاغطين على فرقه النادي الاهلي طوال 90 دقيقه، وبالتالي محمد شريف هيلاقي المساحات والجابس والفجوات في دفاع المقاصفه، بالتالي يقدر يخلق هذا الكم من الفرص والانفرادات. هقول لك ده واحد من الاسباب، ولكن مروان محسن شفناه في فترات طويله مع ريني فايلر ومع موسيماني، وشفنا فرق برضو بتطبق نفس التاكتيك ده قدام النادي الاهلي، لكن ما حسيناش بان في مهاجم واقف مهدد الدفاع بتاع المنافسين بالشكل اللي انا شفت عليه النهارده محمد شريف. طيب النهارده كنا في يعني مشاهدة ممتعة لمواجهة عقلية وتكتيكية جميلة ما بين موسيماني وبين كابتن إيهاب جلال، واحد من أحلى المديرين الفنيين في مصر، اتفرج على فكرة، عنده فكرة وعنده حاجة عايز يطبقها في الملعب. موسيماني منذ قدوم بدر بنون وتكوين الثنائية مع أيمن أشرف خلاص البيلدينج اب عند النادي الاهلي بيبدا من عند محمد الشناوي، ودي حاجه طبعا معتادين عليها. كابتن ايهاب جلال عارف ان ده هيحصل، وبالتالي طلب من لعيبته يا جماعه احنا بس مش هنعمل هاي لاين ديفنس على النادي الاهلي، لا ده احنا هنضغط عليهم من قدام منطقه جزائهم، ولازم يتم ضغط لعيبه نص الملعب عشان تمنع الكوره للتشيب باس اللي النادي الاهلي بيهرب بيها من الضغط العالي. بمعنى تعالوا مع بعض نتكلم على البورد. النادي الاهلي بيبدا الهجمه زي ما شفنا دايما من عند محمد الشناوي، ورغم ما احنا كنا معتادين محمد الشناوي دايما بيسلم ايمن اشرف، خلاص بقت واضحه جدا ان الهجمه بتبدا من عند بدر بنون، اللاعب اللي عنده مهاره التمرير عاليه قوي، الاستلام والتسلم عنده حلوين، يعني لعيب بيفكرنا بعماد النحاس طبعا مع فارق الوقت اللي قضاه. طبعا ما نقدرش نحكم على بدر بنون زي ما كنا بنحكم على الكابتن عماد النحاس، ولكن بنقول نفس الستايل، نفس ستايل اللعب، نفس الهدوء، نفس الرزانه، وبالتالي النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي شايفين بدر بنون هو اللي بيبدا الهجمه دايما. طيب بدر بنون اول ما بيستلم الكوره ويخرج بيها على طول مهاجم نادي مصر المقاصه كان بيضغط عليه عشان يمنعه من التمرير الزمني، فبالتالي بدر كان بيعمل ايه؟ كان واحده من الطرق تهرب بيها من الضغط عشان كمان تفتح المساحات انك بتعمل تشيب باس لنص الملعب لاحد لعيبه نص الملعب، حمدي فتحي او عمرو السولية او حتى حد من او ناجي كان ينزل ويضم لداخل الملعب عشان يساعد في عمليه بناء اللعب مع مجدي قفشه، وبالتالي كان فكر الكابتن ايهاب جلال انه يحاول يقطع الكوره من النادي الاهلي في الحته دي. النادي الاهلي في بعض الاحيان كان بيقدر يخرج من الكوره وبيقدر يوصلها لمجدي قفشه اللي كان دايما بيحاول يهرب من
الرقابه بالهروب على الطرف، وكان اللي بيخش مكانه كهربا او طاهر محمد طه في الشوط الاول. الكينو دايما بيحاولوا يسحبوا معاهم الفول باك او حد من اللعيبه خط الوسط عشان يبدا يسيب المساحه لمجدي قفشه ان هو يستلم الكوره. دي برده مش نقطتي خالص في لعب النادي الاهلي. اللي عايز اشرحه فعلا دور محمد شريف في اسلوب اللعب قدام الاثنين مساكين بتوع مصر المقاصة، وازاي فتح مساحة ما بينهم وقدر فعلا انه يكسر مصيدة التسلل في اكتر من 3 أو 4 كرات او هجمات في كل شوط، مش في المباراة كلها، لا بنتكلم. محمد شريف النهاردة عمل لا يقل عن 8 أو 9 محاولات على مرمى مصر المقاصة، رقم كبير، رقم ما شفتوش من فترة طويلة في النادي الاهلي. ايه ميزة محمد شريف بقى عشان نشرح كده لحضراتكم ليه انا بقول ان محمد شريف هو المهاجم المناسب في الموجودين في النادي الاهلي. خلاص انا بالنسبة لي محمد شريف هو بشوية ثقة وشوية تدريبات كويسة للبدني وشوية انسجام، الولد ده هو اللي ينفعك في الخطة دي. ليه بقى؟ محمد شريف مهاجم مش طويل، مش محطة لعب، مهاجم سريع خفيف بيقدر يرجع بسرعة ويجري بسرعة، يعني يرتد بسرعة. يعني لو انت تيجي تقول لمحمد يلا انزل بوشك، يعني خلي وشك لمحمد الشناوي وانزل بسرعة عشان تفتح مساحة وتستلم الكرة وتلعب معايا، بعد كده ترد بنفس السرعة ليه وتخلي وشك متجه لمرمى المنافس. لو انت معاك ستوب ووتش وقعدت تقيس لمحمد شريف سرعته هو بيعمل التاسك ده وسرعته لما عمل التاسك التاني، هتلاقي السرعة متقاربة جدا ومتشابهة، فهنا بيخليك انك عندك ثقة في ان اللاعب ده يقدر يوصل لك لغاية الحتة دي باسرع وقت ممكن. ده امر كانش يقدر مروان محسن ان هو يعمل، وبالتالي النادي الاهلي دايما كان عنده منفذ في كسر مصيدة التسلل ما بين الاتنين المساكين، شفناها كتير قوي في الشوط الاول، وازاي محمد شريف بياخد خطوه لورا بيفكرني كده ببدايه الكابتن احمد بلال مع النادي الاهلي، ومحمد فاروق برضو قبل احمد بلال كان عندهم نفس الحته، ازاي بيرجعوا وبيكسروا مصيده التسلل ما بين الاثنين المساكين. دي واحده من المهارات اللي مش اي مهاجم يعملها، والمهاجم اللي يعملها لازم يبقى خفيف، لازم يبقى قصير سنه. عماد متعب طبعا كان عظيم فيها، عملها بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي. محمد شريف عنده الامكانيات دي. واحد ممكن يقول لي طب صلاح محسن، هقول له اه طبعا صلاح محسن نفس الستايل، بس مشكلتي مع صلاح محسن انه والكوره مش عنده بطيء، بياخد وقته بياخد مساحته، مش زي محمد شريف. محمد شريف عامل زي النحله، عمال يلف وعمال يدور على ثغره، الكوره بعيده جدا عنه خالص، بعيده، والراجل عمال يلف ويدور ويسحب ده معاه وعمال يهرب منهم عشان يلاقي الثغره. هو ده المهاجم اللي عامل قلق، العامل مشكله للمنافس، وعشان كده انت وانت قاعد حاسس ان النادي الاهلي يقدر يجيب جون في اي وقت، ما عندكش ازمه، ما عندكش انتظار ان الحل يجي زي ما احنا متعودين من على الاطراف او من عند مجدي قفشه. لا لا لا، انت حاسس ان اسلوب لعب محمد شريف مديك الطمانينه كمشجع، طبعا بكلم مشجعين النادي الاهلي، مديك الطمانينه ان انت بس مجرد ان اي حد يهرب بالكره من نص الملعب العب بس محمد شريف هتوديه انفراد بالمرمى. فعشان كده واحده وفي وجهه نظري بصراحه اهم مكسب للنادي الاهلي النهارده هو محمد شريف. محمد شريف النهارده اثبت انه النادي الاهلي عنده مهاجم يقدر يتاقلم ويناسب طريقه اللعب والتكتيك اللي بيلعب بيه موسيماني. احنا عارفين موسيماني دايما من ايام ما كان مع صن داونز بيلعب اللعب ده لعبه، لعب بقى الكرات العاليه والطوليه دي، كانت واضح ان هي طبعا دي استثناءات لموسيماني، وفي اوقات ربما ما يكونش هو عايز الكلام ده زي ما كنا بنشوف مثلا في ماتش الزمالك في فاينل دوري الابطال. وعشان كده الشوط الثاني حتى رغم بقى ان مقاصه طبعا نادي مصر مقاصه بعد البدايه الممتازه للنادي الاهلي وجايب هدف مبكر برضو حصل تراجع، نادي مصر مقاصه بدا يعتمد على الكرات العرضيه والكرات الثابته، وجت طبعا المشكله اللي بتكلم عليها دايما عند ايمن اشرف. ايمن اشرف اكتسب مميزات كتيره جدا في مركز المساك، لكن في نقطه لازم تقبلوها، نقطه سلبيه لازم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي لازم يقبلها، ما عندكش خيار تاني. ايه هو؟ ان ايمن اشرف مدافع طوله 175 سم،
فاي مهاجم طويل زي ما شفنا النهارده مروان حمدي قدر ان هو يخطف منه الكوره بدون اي عناء، واي حتى ايمن ما عملش جامب، يعني ايمن في الكره العرضيه جت من الضربه ركنيه ما عملش جامب، فمروان حمدي طبعا الكوره جت في كتفه بس هو في حته ثانيه، الراجل برج عالي يعني عشان ايمن يقدر ياخد منه الكره دي محتاج جهد برضه، فايمن ما عملش الجهد ده، وبالتالي مروان حمدي قدر يجيب الهدف مستغلا طبعا فارق الطول. الشوط الثاني لما النادي الاهلي طبعا نزل الشوط الثاني والنتيجه 1-1 والفرقه مضغوطه بقى عشان طبعا ما تحققش نتيجه سلبيه بعد الفتره الجميله اللي الفريق حققها في سواء في دوري الابطال او في الكاس، وطبعا اول مباراه في الدوري مش هيبقى شكل لطيف انك تخرج خسران نقطتين. الفرقه قدرت ان هي تستغل لعب مصر المقاصه على مصيدات التسلل افضل استغلال عن طريق محمد شريف، وشفنا طبعا النادي الاهلي انا في وجهه نظري ما كانش في اي حد بيتفرج على المباراه عنده اي شك ان الهدف الثاني جاي جاي، لان كم الهجمات الخطيره، مش محاولات بس خلي بالكم، المحاولات خطيره، محاولات خطيره على المرمى، يعني انت حاسس ان الجون قريب، ده بسبب ايه؟ بسبب ان الرباعي الامامي للنادي الاهلي كان سريع، بنتكلم ان مجدي قفشه سريع، كهربا سريع، و ناصر ماهر حتى لما نزل مكان طاهر محمد طاهر سريع، محمد شريف لعيب سريع، كل اللعيبه دي لعيبه سريعه، فيقدروا يوجدوا حلول، خصوصا ان اهم حاجه النادي الاهلي عملها في الشوط الثاني وربما ما كناش شفناها مع موسيماني خلال الفتره اللي فاتت، ان اللعيبه بتتحرك في الشوط الثاني بدون كوره اكتر من الشوط الاول، الشوط الاول ربما بعد الهدف كان في جابس كبيره قوي ما بين اللعيبه، لكن التركيز كان على محمد شريف اللي واقف كويس، البوزيشن بتاعه ممتاز، فمديك حلول حتى رغم ان ربما نص الملعب في وجهه نظري النادي الاهلي بقاله فتره بيعاني بسبب غياب اليو ديانج، طبعا ده غصب عنك، لكن النهارده مع عوده اليو ديانج مع دخول محمد شريف وناصر ماهر اعتقد النادي الاهلي بيكتسب قدراته، بيكتسب توليفه، التوليفه نفسها حلوه قوي ومناسبه للتكتيك اللي بيلعب بيه بيتسو موسيماني. الف مليون مبروك للنادي الاهلي الثلاث نقاط، والف مليون مبروك اكتساب مهاجم صريح زي محمد شريف، يتبقى بس اديله نصيحه للكوره الانفراد اللي جات له، هو طبعا طبعا هو حب يضمن نفسه قوي، حب يضمن نفسه قوي، حبش يغلط، حب قال لك اوكي احنا رايحين ثلاثه على الجول، انا مره كره عرضيه زميلي يحطها جول والناس تشيد بيا وبالسرعه، لكن لا لازم يكون عندك حته حب لنفسك في الحته دي، ليه؟ لا كلمت شوط، كان لازم تشوط، الكرة كانت سهلة والزاوية البعيدة مفتوحة، لازم تشوط بأقصى قوة عندك وتحرز الهدف اللي انت اللي عملت الفرصة وانت خدت الفرصة بالانطلاقة اللي انت انطلقتها من نص الملعب، فلازم يكون عندك في هنا شوية أنانية، لكن لو في مساك بيقرب منك أو بيضغط عليك ربما انك تفكر في التمرير لو في ضغط عليك جامد، لما انت بصراحة ما كانش فيه الضغط اللي يمنعك ان انت تسدد وتجيب الهدف، لكن في كل الاحوال ده طبعا مقبول في ظل الاداء اللي انت قدمته، ومفيش مشكله تغلط تاني وتاني، واهم حاجه انك تتعلم عشان بعد كده يجي فتره نشوف نقول ان فعلا النادي الاهلي ومنتخب مصر اكتسبوا مهاجم صريح قوي وسريع ومختلف عن نوعيه المهاجمين المحطه اللي احنا عايشين في الكلمه دي بقالنا اهو فوق الثلاث سنين، وللاسف دفعنا ثمنها غالي في اوقات كتيرة. ده كان تحليل مباراة الأهلي ومصر المقصة، إن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا طبعا يوم الخميس مباراة قمة في الدوري، نادي الزمالك ونادي بيراميدز طبعا في غياب رمضان صبحي مطرود، وبعديها إن شاء الله مباراة الأهلي، مباراة الأهلي وغسل المحلة، أشوفكم إن شاء الله في الأسبوع الثاني للدوري، شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.